الحمد لله نحن هون عم نصد النظام بكل قوتنا بفضل الله. يعني هو عم يستخدم معنا كل الاسلحه الثقيله اللي عنده، مثل رشاشات، مدافع هاون، فوزليكا، صواريخ ارض ارض، صواريخ الفيل اللي عم يدعمها هو، عم يسويها صواريخ فيل، طيران، صواريخ موجهه، عم يحاول معنا بشتى الوسائل. هلا مثل امبارح فوت علينا 13 مجنزره بين دبابات وشيلكات وتراكسات، بفضل الله يعني ضربنا له ثلاثه وعطبنا له تراكس، وقبل بنهار كمان الحمد لله ضربنا له دبابتين وكمان ضربنا له تراكس بفضل الله عز وجل. وقاعدة صاروخ الخرطوم هذا كمان المجنزرة تبعه ضربنا له اياها الحمد لله رب العالمين. وعم بيحاول لحد الساعة بفضل الله ما حسن ياخذ ولا سنتي، ونحن لحد الساعة بنضل صامدين وكل العمر بنضل صامدين لآخر نقدر الدم تنزل من جسمنا. والله من فترة طويلة عم يشن حملة علينا والحمد لله ما عم يحسن يقدم ولا ابدا ولا ميلي، والحمد لله عم يضرب بصواريخ الفيل والهاوين و14 ونص دبابات وخرطوم التي ان تي هذا، يعني كثير مدى انفجاره. الحمد لله ما عم يحسن، فضل الله الله من هالمجاهدين ثابتين هون على هالجبهات. ايه وهلا عم نتبع انه كمائن ما كمائن عم يحاول يتقدم علينا. وبارح فجرنا في مبنى كمين انه شو اسمه فجرنا 50 رحلوا الحمد لله 50 قتيل.